صلاح نجم نادي الزمالك السابق ومنتخبنا الوطني. كابتن محمد مساء الخير عليك يا كابتن. كابتن فاروق يا نجم مصر حبيبي يا كابتن، دايما منورني يا عم الشياكه والبدل. يا كابتن والله بسعد بيك دايما، وشخصيه جميله ربنا يخليك كابتن، ما تحرمش ومن منك. جواك حاجه محترمه كابتن، ربنا يخليك. دايما انا بتكلم يا كابتن ان لازم دايما الرؤيه المستقبليه اللي اي شيء يعني، واحنا بنتكلم على الدوري المصري واتحاد الكوره بيبص ان هو ممكن يرجع الدوري الممتاز في اول سته، او يعني ده الرؤيه بالنسبه لاتحاد الكوره، لكن برضو لازم نبص لمنتخباتنا، واكيد لازم يبقى في شكل مختلف برضو، رؤيه مستقبليه في حين عوده النشاط. يا كابتن من وجهه نظر كابتن محمد، يعني ايه اللي ممكن التفكير اللي ممكن يطرا على كابتن حسام او كابتن شوقي في فكره الرجوع مره اخرى للنشاط وتجمعه اللعيبه نفسها؟ بص كابتن، اصل اللي احنا فيه ده زي ما انت حضرتك عارف مش في مصر بس، ده في العالم. يمكن انا النهارده او انا من قيمه يومين اتفرجت على الدوري في بيليا روسيا شغال من غير جمهور. النهارده بايرن ميونخ بيبدا يتدرب في اماكن متفرقه في الملعب. ده يعني بيديك نوع من التفاؤل او الامل صحيح ان الحياه هتعود باذن الله تعالى، وانا واثق في قدره ربنا سبحانه وتعالى، واللي احنا فيه هينزاح باذن الله. بس التاثير يا خالد فاروق هو تاثير، انا اعتقد ان هو هتضحك انت عليا، ايجابي بعض الشيء ايجابي. يعني احنا قبل الكورونا كنا بنشتكي اللعيبه والمباريات ورا بعض وعايزين نريحهم وبنريحهم والاصابات. الحمد لله جت، هي جت في ظروف غير يعني غير صحيه، ولكن كان اللعيبه محتاجينها. فطالما التاثير على العالم كله يا كابتن فاروق، ما فيش حد هيتاثر يعني.